اهلا بيكم في اولى حلقاتنا من برنامج رمضانك مع ام بي تي. جربنا نسال الاحلام بتاعتنا عن الصيام بالنسبه لك ايه. كتير منهم قال رمضان يعني النوم طول النهار وصحيان طول الليل، يعني صداع، يعني كسل، يعني خمول، يعني حلويات كتير. وطبعا ده كله مفهومنا عن الصيام بطريقه غلط. علشان كده دورنا معاك ان احنا نفهمك ونوعيك ونعلمك ازاي تستفيد من الصيام بطريقه صح وتكسب صحتك وكمان تتجنب الامراض. علشان كده لو انت مش بتحاول التغيير من قبل رمضان، ما تنتظرش انك تتحول وتتغير لانسان بياكل صحي وبيلعب رياضه بسبب رمضان. رمضان هو الشهر اللي بنجني فيه ثمار مجهودنا في باقي الاشهر. يعني كده يا دكتور مفيش امل؟ ونقول لك لا، دايما في امل، ونقدر نعتبر رمضان هو فرصه نحسن فيها علاقاتنا في الاكل وكمان نحسن صحتنا. وعلشان نكون واضحين مع بعض، هي فكره الصيام مبنيه على ايه؟ مبنيه على كذا سبب، ولكن من اهم الاسباب هو اننا بنقلل الاكل وبالتالي بنوفر فلوس علشان نحوش، لا علشان نتصدق بيها. وكمان استغناءنا عن الاكل الحلال بيخلينا نعرف ان احنا نقدر نستغنى عن الحرام زي بالظبط ما استغنينا عن الاكل. وبالتالي ازاي نقلل انفاقنا على الاكل ونتصدق على المحتاجين، وفي نفس الوقت بنلاقي الابحاث عكس كده، بنلاقيها بتقول ان الانفاق في رمضان بيزيد عن الوقت العادي، وده طبعا بسبب شهرات الاكل في رمضان والعزومات وخلافه. خلي بالك رمضان هو فرصه انك تبدا تستغنى عن عاداتك الغلط وتبدا بخطوه، خطوه انك تستوعب ليه اصلا ربنا سبحانه وتعالى فرض الصيام، وليه كمان احنا بنصوم، وليه الرسول نصحنا بالصيام وقال لنا صوموا تصحوا. خلال الحلقات الجايه هنوعيك باهميه الصيام وازاي بيعالج الامراض من اساسها، وتعرف انك كمان مهم انك تصوم طول السنه مش بس في رمضان. لكن النهارده خلينا نوضح لك ازاي تقدر تستفيد من رمضان، ونقدم لك نظام غذائي صحي تقدر من خلاله تستفيد من الصيام وتتجنب اضراره، وكمان تكون بطاقه اعلى اثناء الصيام. طب ايه فوائد الصيام؟ اولا بيرفع من قدراتك المناعيه، بيقلل الانسولين في جسمك، بيقلل الكورتيزول وهرمون التوتر، بيعلي الجروث هرمون او هرمون النمو، وزياده الاوتوفاجي او التنظيم الذاتي. وده عاملين له حلقه لوحده علشان تعرف ازاي تستخدمه وتحفزه جوه جسمك. طب دلوقتي يا دكتور ايه النظام الغذائي اللي ممكن نتبعه بكل بساطه عشان نقدر نستفيد من الصيام؟ واحنا بنكسر صيامنا ده اهم حاجه. علشان كده النظام الغذائي اللي انت المفروض تتبعه عشان تستفيد من الصيام وتتجنب الكسل والخمول واضرار الصيام لو فطرت غلط، اول حاجه لازم تكسر صيامك بميه بتمرايه واحده، وبعد كده ممكن نصلي المغرب، وبعد كده ممكن يكون طبق خضار او شوربه دافيه وده ضروري جدا، وبعد كده ممكن يكون طبق السلطه مع بروتين مشوي او مسلوق وبس كده. لكن بلاش بقى مكرونه ورز ونشويات كتير مع الفطار وبروتين، لان ده ليه اضرار كتيره جدا جدا. طيب خلصنا الفطار ومستنيين السحور، بس جعانين يا دكتور. دلوقتي ممكن نكسر جوعنا في الفتره دي بشرب الميه كافيه جدا، ممكن ناكل مكسرات، ممكن ناكل فاكهه، ممكن نشرب مشروبات خضراء علشان صحتنا وبس كده. لا ممكن بقى ناخد في وجبه السحور زبادي كامل الدسم مع بيضه مع نص رغيف اسمر، او فول بالزبده او بيض بالزبده، وكمان ما تنساش كفايتك من الميه. ضروري جدا تقلل من الكافيين. انا عارف ان انا ما قلتش البشاميل والمحاشي والحاجات الكتيره الحلوه اللي في رمضان، لكن خلي بالك كل شهواتك او كل الحاجات اللي بنحبها ومعموله بطريقه غلط كلها ليها اضرار جسيمه على صحتك، وكمان بتخليك تاني يوم عندك خمول وعندك كسل، دايما عطشان طول اليوم، دايما حاسس انك ما عندكش طاقه. علشان كده دايما بنقول ان صحتك في نهار رمضان بتعتمد على انت بتدخل ايه في جسمك من ساعه المغرب لحد الفجر. علشان كده تقدر من خلال تحكمك في اكلك في الفتره دي، من خلال شربك للميه كتير، من خلال حفاظك على شهواتك وانك تبطل عاداتك الغلط وتكسب عادات صح، هتكسب صحتك، هتستفيد من صيامك، هيبقى الصيام بالنسبه لك حاجه ممتعه ومش شاقه وما فيهاش كسل وما فيهاش خمول وما فيهاش صداع. علشان كده حرصك على اكلك في فتره الافطار مهمه جدا علشان تستفيد من صيامك وكمان تبقى دايما بقوه ونشاط. ما تنسوش تتابعونا بالحلقات، وما تنسوش لو ما عملتش لايك او سبسكرايب للقناه عشان تقدر تستفيد وكمان غيرنا يستفيد، وتشجعونا ان احنا نعمل فيديوهات اكتر. انتظرونا في الحلقه الجايه، ورمضانك مع ام بي تي.